حسب ما فهمت هون من الجماعة أول ما جيت حضرتك يعني حالة خاصة، حضرتك مزوج أربعة. إيه والله أربع نسوان. طيب كيف لا وقررت إن هون بالدول الأوروبية يعني ممنوع تعدد الزوجات وأنت جاي وطالب لجوء؟ إيه. فكيف والله يعني؟ والله أنا بالنسبة لي يعني مو معقول إني أترك أولادي ونسواني وأمشي. أنا كان الله منعم علي نعمة كبيرة كتير وراحت، فمو معقول إني أتركهم وأجي. جبتهم معي وقالوا لي كيف ممنوع تعدد زوجات؟ قلت لهم هي زوجتي وهذا طفلي، الثانية قلت لهم هي صديقتي وهذا طفلي، والثالثة قلت لهم هي صديقتي وهذا طفلي، والرابعة هيك، حتى وافقوا عشان يعطونا الموضوع اللجوء ويستقبلونا. ووافقوا على الموضوع بدون أي مشاكل؟ بدون أي مشاكل، طالما عرفوا إنه صديقة مو زوجة وافقوا. طيب انت يعني قبل ما تقول لهم موضوع انه هدول مش زوجاتي وكذا، انت كنت يعني قبل ما تجي عارف ودارس ومخطط شو رح تحكي وهذا الكلام رح يلعب ضدي، هذا رح يكون لصالحي؟ والله طبعا انا درست الموضوع من كافة جهاته، ولما وصلت سألت هالناس، سألت المعارف، سألت في ناس ألمان سألتهم، قالوا لي لا تقول انه هاي زوجتي، قول صديقتي، لانه هم موضوع كلمة تعدد زوجات ما عندهم. قلنا له صديقة صديقة، المهم على سنة الله ورسوله زوجتي،